أهلا بكم مرة تانية. لو عايز تعرف إزاي تعمل تصميم مقلمات وكمان تقدر تطلع منه تصميم تاني كاروهات ينفع ويناسب تصميم طباعة المنسوجات بصفة عامة، خليك معايا وإن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هشرح لحضرتك كل الأدوات والخيارات اللي موجودة على الفوتوشوب اللي تقدر تساعدنا إن إحنا نطلع التصميم دوت بكل احترافية وبكل دقة. أنا دكتور محمد عفيفي، أستاذ التصميم في كلية الفنون التطبيقية. ما تنسوش نعمل لايك ونشير الفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد، وخليكم معايا إن شاء الله هقول لحضراتكم التفاصيل في بقية الفيديو. وبعدين في السنجل رو وفي السنجل ايه؟ كولوم. السنجل رو هو يعمل ايه؟ هيعمل لك تحديد بخط، يعني الخط ده هيكون ايه؟ بصوا معايا، بس انا هحاول اعمل بس دي سيلكت. لو احنا معبيين اللير دي كلها كده، بصوا معايا، انا دلوقتي ماسك السنجل ايه؟ رو يعني عمود. امال كولوم يعني ايه؟ رو يعني صف، صح كده؟ وكولوم يعني عمود، ماشي؟ فانا دلوقتي ماسك اللي هو الصف، ودي بتعمل ايه؟ بتعمل لك تحديد من صف من البكسلات بالعرض، يعني بيكسل، يعني التحديد هنا بيجي سمكه قد ايه؟ 1 بكسل، سمكه بيكون ايه؟ 1 بكسل بالظبط، ويبقى ايه؟ بالعرض التصميم كله. فانا لو ضغطت كليك هنا انا متاكد ان هو في 1 بكسل متحدد بعرض ايه؟ التصميم. لو عملت كمان واحد هنا مع اد طبعا، لما اكون دايس على اد تو سيلكشن يبقى في 1 تاني، هكذا اهو. طب تعالوا بقى نكبر كده. بصوا انا هنا جنب ده، مش ده 1 بكسل؟ شايفين معايا يا جماعه؟ رفيع جدا اهو. طب بقى هو انا ممكن ادوس على البكسل اللي جنبه ده كمان يحدده معاه، يبقوا بدل ما هو 1 بكسل بقوا 2 بكسل. هنا انا اقدر استخدم التحديد ده في تحديد يعني ايه؟ حاجات دقيقه قوي، يعني عايز اعمل خط سمكه رفيع قوي، 1 بكسل، 2 بكسل، 3 بكسل. انا لحد دلوقتي عامل 2 بكسل، ممكن اخليهم 3 اهو. ممكن اجي هنا اعمل مثلا ايه؟ 5 بكسل كده مثلا، 5 تمام. ممكن امشي هنا مثلا واعمل 2 تمام كده. ممكن اروح هنا واعمل ايه؟ 1 2 3، وبعدين اسيب ايه مثلا دول، وبعدين اعمل تاني 1 2 3. معايا يا جماعه؟ طيب النسق اللي انا بعمله ده احنا بنستخدمه في ايه؟ في المقلمات او في الكروهات، صح كده؟ في المقلمات او في يا جماعه او في الكروهات. طب بصوا معايا كده، تعالوا نصغر. هنعمل طبعا مجموعه ثانيه كده، ده السمارت جايد احنا قلنا عليه، اللي هو ايه؟ الدليل الذكي اللي هو بيحاول، لو انت بيساعدك بسرعه كده يبقى انك انت علاقه العناصر ببعضها ايه، ماشي؟ انت واقفه فين بالماوس بالنسبه للعناصر الثانيه او بالنسبه للكانفاس بقى دلوقتي، خلاص؟ طيب دلوقتي انا عملت ده كده، هعمل فيل بالايه؟ بالفور جراوند كلر. وتعالوا نعمل دي سيلكت. شايفين الشكل بقى عندي عامل ازاي؟ بقى في تقليمه كده، صح؟ طيب التقليمه دي مناسبه؟ طب انا عايز حاجات زياده شويه او ادخن شويه، ما تستخدم الريكتانجولار ماركي تول واعمل كده مثلا، وبعدين تعالى تاني، احنا لسه بنعمل اد اهو من هنا، وتعالى اعمل كمان مثلا كده، تمام؟ تعالوا نعبي تاني بنفس اللون الابيض، فبقى الشكل عندي بالطريقه دي. طيب تعالوا نحط مثلا ايه؟ 1 هنا كده تخين شويه، ونحط مثلا هنا كمان مثلا 1 كده. انا بحاول انسق الشكل بتاعي، وطبعا هي المقلمات دي يعني ليها اعداد معينه، لو انتوا تتصلوا بس او في تواصل بينكم وبين زمايلكم اللي في نسيج، فهتلاقيهم بيقولوا ان لا ده انا مثلا المفروض ان اعمل المقلمات ده يبقى مثلا ايه؟ 0.5 سم وجنبه 2 مللي وما جنبه ما اعرفش 3، بيقعدوا هم يعملوا دراسه كده عشان يطلعوا انسب توزيعه مقلمات جنب بعضها بالسمك، كل قلم يبقى قد ايه ولونه ايه والكلام ده، خلاص؟ فانا دلوقتي عملت الشكل اللي قدامنا ده. اللير اللي قدامي دي انا طبعا ممكن اخد منها دوبليكيت، صح؟ يعني ممكن اعمل كنترول جي، فبقى في واحده هنا وواحده هنا. طب اللي فوق دي ممكن اعمل منها ايه؟ اغير برده في البليندنج مود كده. طب خلونا نمسك اللي فوق دي ونعمل كنترول تي وندوس كليك يمين ونعمل لها روتيت كلوك وايز، يعني في اتجاه عقارب الساعه. بصوا عملت ازاي؟ واخدين بالكم عملت ازاي؟ فبدات دلوقتي ايه؟ تديني الكروهات اللي احنا بنتكلم عليها دي، صح؟ طيب ممكن كمان انا ابتدي في الاوباستي اللي هنا دي ابتدي اقلل فيها عشان يبتدي يديني شكل مثلا مختلف كده او بالطريقه دي. طيب مع ده كله انا ممكن كمان امسك اللي تحت دي واخلي برضو ليها ايه؟ بلندنج مود عشان تبتدي مثلا تديني الشكل ده، عشان في الاخر ارجع تاني اجيب برضو مربع او مستطيل واروح جاي بقى ايه؟ واخد الايه؟ الجزئيه اللي هنا دي كده واقول ان دي هتبقى ايه؟ الباترن الجديده بتاعتها. معايا يا جماعه؟ فنقدر احنا، انا الخطوط اللي عملتها دي بالادوات التحديد ممكن اعملها بالفرشه، صح؟ يعني ممكن انا اقلل السايز بتاع الفرشه واعمل خط، ازود السايز شويه واعمل خط تاني لحد ما ارسم مجموعه الخطوط بتاعتي، وممكن كل مره اعملهم بلون مختلف، يعني الالوان دي تبقى مختلفه، مش لازم يكونوا كلهم ابيض زي ما انا عملت، ممكن تبقى الوان ايه؟
مختلفة ومتنوعة. فبرضو كل مرة زي ما بقول لكم هتديني ايه مجموعات كتير جدا من الاشكال، يبقى نقدر نستخدم خيارات الخاصة بالتحديد البسيط جدا اللي هي الستاندرد شيب مع كمان الفرص زي ما احنا شفنا بلند ما بين الليارات. انا عندي هنا في اللير عندي هنا ادي الخيارات بتاعت البلندنج مود اهي، دي كلها ببتدي انقل ما بينها كده لحد ما بتديني الشكل اللي انا حاسس ان هو مناسب بالنسبه لي. اختاري زي ما انت عايز. طبعا دول اختياراتهم كده مش عشوائيه، يعني هم ليهم برضو شرح احنا ممكن نقعد نتكلم فيه نظريا يعني، خلاص وموجود على القناه الفيديوهات اللي خاصه بكل التفاصيل دي، بس زي ما بقول لكم انا بس بحاول اوريكم بسرعه. لكن هم مجموعات كده، والمجموعه الاولانيه مثلا بتغير في الاضاءه مثلا، والثانيه بتغير في العتامه، والثالثه بتغير في الكونتراست اللي ما بين الالوان. يعني هي فيهم ليهم تقسيمه كده هنبقى نتكلم فيها في مره يعني.